وبتلك الكاست الإمارة موناكو. تشكيلة غريبة شوية يا أكانجي 15 دول المانشاف كنال ملعب التاريخي لنادي بروسيا دورتموند. حق هذا الحلم من أجل أن يحقق اللقب الغالي لصفر. والتسلل في البداية واضح على فريق 15 انتصار على التوالي خارج ملعبه في هذا الموسم في الأراضي الألمانية 2012 لحساب دوري المجموعات. ضغط مانشستراوي السيتي أفضل والبداية قوية وكرة واحدة أخرى من كيفان خطيرة جدا صعبة على دفاعات نادي دورتموند. بطولة الأوروبية فأن نادي مانشستر سيتي تاريخيا الألمانية خاصة جيل السبعينيات يعرفوا شكونه فريق بورو لما ينتصر في الذهاب يتأهل في الإياب. التسديدة مش خطأ تهرج الكرة روبن دياس زينشينكو سيتي تمشي كرة ملعبة طويلة والحارس أدرس تتأهل الكرة مرة أخرى للبرتغالي اللاعب القادم من موناكو. إلى حدود الكوارتر فاينل مع ليستر سيتي كثير جيد والدفاع ممتازة جدا صعبة إدرسون سيستو التسديدة الأولى والثانية والهدف الأول. الهدف الأول لبروسيا دورتموند 1-0 لبروسيا 1-0 لبروسيا عن طريق الإنجليزي بيلينغهام. بيلينغهام يسجل في مرمى بلاده 1-0 لبروسيا. الآن دورتموند في السيمي فاينل. الآن بروز يتقدم محرز يلعب كرة طولية خطيرة جدا والطغنة موجود ترجع الكرة خطيرة ملعوبة عرضية تمشي كرة من ركنية تجيب ضربة راس والهدف الثاني. دورتموند من 8 سنين يمشي بالكرة رياض رياض وحدة باف في الجناح سنرى كرة خطيرة ملعبة ممتازة واضرب الكرة مانشستراوي لحد الان اوت مازال يمشي بذكريات يورغان ترجع الكرة على طريق السرق رياض 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 عداهم رياض رياض محرز 11 هدف على 65 مباراة لكيفن دي برويني. الرياض والراسية والكرة على القائم الله التحضير والتسديد وين بعيدة وين كرة بعيدة تسبق تعديل وممكن أقول وحتى على وجه الخطأ كيفن وجول كيفن وجول وكيفن وجول لا كرة على العارضة تقلب والنار في المباراة لا يا مخرج ما استعود تثنين يمشي بالكرة على زينشينكو خطيرة هذه كرة جديدة وهذه فرصة أخرى وراها كيفن دي بروين. كيفن دي بروين حتى والدفاع يصد والركنية كيفن دي بروين خطيرة ومرة سلامات نجم الفريق نجم مان سيتي تهرج الكرة مباراة ولكن في فورمة كبيرة البلجيكي الرقم واحد في الفرق. الريال ودورتموند الآن يكملوا العقد في المربع. رياض محرز رياض حلوة يا رياض وخطيرة وفودن والدفاع وفودن ينجح في التوزيع ورياض محرز خلصها درب تعطيك الفرصة تعطيك الفكرة وتاهت كرويس ماركو رويس هذه الصعبة المراوغة موجودة والرئيس يوماني الثاني رويس خطيرة والدفاع مرتبك كرة ممتازة لمانشستر سيتي لكن الدفاع أنت رايا كاليسابو فريق لاشبونا زينشينكو ممتازة حلوة هذه هي العرضية للتعادل هذا نسبة التسجيل أحسن وأنجع والكرة تمشي أخطر وأقرب يا أنت يا بوروسيا يا غوندوغان خطيرة من جول الأماني والكرة ترجع بالراس والأماني ممكنة والحصار يلعب مع كيفن دي بروني للشوت والكرة برا يا كيفن من الوسط يدخل على طريقة محرز رياض محرز يسكر على وينه ويني كرة سهلة كانت الحارس درس بدل لاعب من الوسط وبهكذا الطريق صين في الفينال على اليوفي رياض محرز أكانجي خطيرة لبروسيا خطيرة الشوت والدفاع بالرغم من بعض الفرص التي توفرت للسيتي المان سيتي ترجع والراس أبطال أوروبا في آخر 22 ماتش أكثر من 2 فرق رياض محرز لا تسمح لنا بأن نتابع القمم لماذا؟ كيفن يلعب كرة حلوة والدفاع وركنية أخرى الضغط واضح السيتي رياض رياض وكرة والدفاع على القائم الثاني ورجعوها وردوها وصدوها أعادوها ضيتو كيفن دي برويني والدفاع برناردو سيلفا وحدة رودري والدفاع محرز يمشي رياض رياض محرز رياض محرز فكروا شينكو زينشينكو هي بالراس خطيرة وكان يمشي بالكرة الهدف يقرب الهدف نشوف فيه يسخن للسيتي الهدف إن لم تمر زينشينكو يمررها الدفاع يصد وضرب جينا اليد يا أمريكان يا أمريكان يمشي رياض 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 وقول من رياض رياض رياض
رياض مش رايد وما حرز رايك ويسجل التعادل. يحرز محرز يا غوارديولا، يحرز محرز يا غوارديولا. والليقة خطيرة والثاني خلاص خلاص على فصلي وعلى مسافتي 40. يمشي بالكرة فودن، فودن والراس على القائم الثاني، ورجعوا رجعوا 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 الثاني، الثاني مش مهم كذا مودورة ولفة ودورة والكرة الهولندو رد بالك استو. رياض محرز، رياض 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 وصل رياض 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 يرجع كرة غوندوغان، حط الكرة الواحدة اثنين امريكان. ورياض محرز الدفاع والمرتدة والكرة على اليمين وهو يوسع الملي هولندو. وين وين وتسجل سبع اهداف خارج ديار رباعية في فريق رياض. يدخل رياض، يبعد رياض، رياض محرز بيلينغهام والمان الان هالاند تجيب لهم مئات الملايين. سيلفا ادون برناردو رياض وكر للشيخ محرز ارجع الكرة خلاصها كامل خلاصها كامل خلاصها والحارس شير وانتصارات خارج ديار واحد اخرى وفودان والحارس والهدف الثاني وفودان والحارس والهدف الثاني والنصف النهائي رسميا باريس سان جيرمان مان سيتي رسميا نهائيا مانشستر سيتي يقارع الباريسي في قمه ودربي مانشستر سيتي. تمشي كوره بالراس ترجع الكوره من الراس تركيا تمشي عرضيه ضربه جزاء لا قانيا الفرصه ضايعه على ليفا.